بلش الفيديو بس حابين نقول لكم شيء انه تذكروا لما عملنا سؤال وجواب على تطبيق 360 فيوز وكان تقدروا تلفوا وتزوروا حوالينا وكان في تليفون ايفون اكس اس ماكس الكبير اوكي حدا اللي بيحوش الشهر الماضي رجعنا بنفس المسابقه هاي انكم انتم كمان تقدروا تشتركوا فيها تربحوا ايفون اكس وكمان في اسئله واجوبه موجوده بس لانه حبيتوا اخر اسئله واجوبه حنعمل واحد حد قولي لنا شو واحد من الاسئله كان اوكي حدا سال انس انه اذا كنت حتنخطب قبل ما تتجوز اصاله وهل كان وإلا القصة هل كنت رح تخطب قبل اصاله ومن مين تيرارارا ما بعرف عن السؤال قصدي الجواب اه والله اوكي هل كنت رح تخطب قبل اصاله اوكي ولا مره جاوبت حتشوفوا الفيديو كامل الاسئله والاجوبه وحتشوفوا كيف بهدلته لانس وحتشوفوا كيف بهدلت البنت اللي سالت كل شيء بهدل وكمان فوق كل هالبهدل حتربحوا تليفون ايوه هو هذا اهم شيء رح تربحوا تليفون ايفون اكس ماكس جديد وتفاصيل المسابقه والاسئله كلها رح تلاقوها تحت بالديسكربشن انزلوا لتحت وان شاء الله تربحوا وان شاء الله تنبسطوا وبس من غير طحنة كمان هلا صار فينا نقول شو نقول اوكي احضروا الفيديو مرحبا كيفكم عائلة انا صالة ان شاء الله تكونوا بخير اليوم انت تشوفي ميلا استني خليني اجيب نحن صافين السيارة لا تخافوا فبنقدر نطلع من الكرسي هلا نازلين لانه كثير جوعانين وعملت معنا بأنس فغالبا شفتوا الفيديو وهي ميمي جاي هناك كثير جوعانين اي لاف هير خذوا 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 اوكي كسرت كل قطعة بالسيارة اوكي تعال نعيد مرحبا مشان ميلا اوكي يلا 1 2 3 مرحبا هي ذكية هي كثير ذكية ان شاء الله تكون بخير اليوم حزروا شو الفيديو حيكون بتعرفوا كيف ميلا سجلناها على الحضانة وقريبا حيبلش دوامها فميلا بدها اغراض للمدرسة فحنروح نجيب الاغراض للمدرسة وانا كمان اصالة كمان عندها جامعة عندي صف واحد لاتخرج حتكون معي وبدي اجيب كم غرض للمدرسه فحنعمل تسويقيه كامله للمدرسه وشويه شغلات ان كان لاصاله او لميلا على فكره ماني مصدق انه هلا احنا حنروح نشتري مشتريات المدرسه لبنتي عن جد بنتي لك. انا قبل 3 سنين كنت انا عم بشتري الاغراض لإلي تخيلوا كيف الحياه كيف تختلف صراحه ما فكرت بتروح. ما فكرت انه انا لما اكون بمدرسه حكون عندي بيبي واحنا الاثنين حندخل مدرسه على فكره بالانجليزي بيقولوا سكول للجامعه فمدرسه يعني جامعه بس كمان مدرسة يعني مدرسة اوكي ما عرفت بدي اشرحها ولكن اتمنى تكونوا فهمتوا القصة اوكي فهلا بس حسري رح ندخل نجيب اكل لميلا ولنا كثير جوعانين وبعدين رح ناخذكم معنا لتجيب غداد للمدرسة اذا انتم جداد على هاي القناة لا تنسوا تعملوا سبسكرايب عشان عائلتنا تكبر وكمان اكبسوا زر اللايك اذا بتحبونا وبتحبوا ميلا وعم تحبوا فيديوهاتنا ونحن كثير 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 بنحبكم ودعمكم وبس وهلا صار فينا نقول استني السناب شات ضيفونا على الانستغرام تعطي سكرين شوت سكرين شوت يلا 1 2 3 بوم اعملوا لنا تاج على الانستغرام او ابعثوا لنا هون على سناب شات باذن الله نعمل لكم اعاده انا كثير عم نزل صور صار لي كثير عم نزل على الانستغرام وعلى السناب شات بالذات سناب شات واليوم عملت لوك جديد هذا صورت لكم اياه كله من اوله لاخره على الانستغرام وعلى السناب شات فحتلاقوا الحساب تحت بالديسكربشن وانا اتصلت علي ولما اتصلت خربت لك خرب الفيديو فبس فهلا فهلا صار فينا نقول هيا بنا ليتس جو اوكي سو الفكره انه جبنا هذا الكيس وبقلب الكيس كيس نظاراتي بقلب الكيس حطينا ورق بس مو اي ورق بالورق كتبنا الالوان والفكره انه ححط ايدي وننقي اي لون حيطلع لنا وحسب اللون اللي حيطلع لنا هذا اللون اللي لازم نشتري كل غرضنا كل اغراض مشترياته المدرسيه منه واحد لاصاله واحد لميلا اوكي شو الالوان استني شو الالوان اللي موجوده جوا حطينا احمر زهري ازرق اخضر اورنج او بيربل بنفسجي اوكي يلا يلا جاهزين اوكي طلعي انت اول شيء بعدين ميلا خليني يطلع لنا يا رب مو اخضر ولا ازرق
تطلع على اورنج. اوكي طلعنا لاصاله اللون البرتقالي. رجع اطلع من السياره مشان ميلا. اوكي يلا. اوكي اوكي يلا هير يلا. اوكي ميلا نقي 1 اوكي ميلا نقتها. اوكي ميلا زدت على واو بنفسجي لميلا. هيا هيا هيا. اوكي كفو ميلا بيربل بنفسجي وأصالة لون اورنج برتقالي. كفو يلا ميلا. يلا روحي عن مامي. احلى طريقه مشي بالعالم ميلا. ميلا اوكي اصل خلاص حطيه بالهي مشان سيارة. اوكي سو اصالة عم تحاول تلعب بالقوانين صح. هاي ميلا عرفت اصالة جابت هاي على اساس انه هاي مشان هاي ما فيها بيربل هاي لونه اخضر فحترجع عم تحاول تغش كانت. اوكي باي يلا ميلا هاي بيربل بيربل ماما هاي عليك ما بدها هاي مامي هاي بيربل يا لوخة بدك بدها تلعب مع الولاد. ميلا عم تفرجي ان ميلا خسرت اللعبة لازم بيربل. ميلا يلا واو بيربل. ميلا look here واو يلا وان ما عجبتني اللي هي جابتها بعرف بس شو نعمل هذا القانون او يمكن هاي. اوكي صار في دليل لشان نطلع الكاميرا هاي حطيت في هاي الكاميرا فقلنا نصور بالتليفون فحنقلب لكاميرا تليفوني فثلاثة اثنين واحد. اوكي يلا ميلا. ميلا بلشت تطلع الاشياء الزرقاء. ميلا ميلا وامها عم يوقعوا الاغراض. اوكي صار شو بدها ميلا؟ لانش بوكس. اوكي وبدها اكل وبدها دفتر وتلوين شو اسمه الوان. الوان هذول الشغلات طلبوها منا هذا غير طبعا الحفاضات وبدها بيجاما لازم تطلب معها دائما. اوه بيجاما بنفسجي؟ اوه طلع ميلا شغله. ميلا 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 بابا نو نو ستوب طلع صفته كله على الارض. اوه اصاله لقيت دفتر صح الشغلات اللي انت بدك اياهم. بدي القلوم هذه السنه قلوم هاشتاج قلوم لاصاله ودفتر وغالبا بدي شنطه ثانيه. اوكي بدها شنطه وميلا بدها شنطه. حنبلش باول الايل من هون وبعدين حنروح وحده وحده صح. حطينا ميلا هون لانه تعبتنا هي على الارض. اوكي فاول شيء بدها الوان صح. يس بس طلبوها وين اللي طلبوها؟ دول هن. اوكي هدول طبعا ما في لون معين بدها تختار اللي بدها اياه. هاي لما تكبر هاي لما تصيري بالصف الاكبر. لا انت هدول هدول ها ها واو. اوكي شو كمان بنجيبها؟ حطيتها على الارض. ميلا نو نو ضدي طلعت هاي هاي بحطها بقبعتها. اوكي واو ليك ميلا حطي هون كمان كرايونز سكري اوبا. اوكي بصراحة قعدنا نتفرج على الشنات اللي هون ما عجبنا شيء. عجبك شيء من هون اصال؟ اوه لقيت اصالة واحدة بنفسجي. اوه ديزني تجي علي؟ تجي علي اصالة صار بدها اياها اصالة لبست اوه بتجي علي. اوكي والله ما يعرف مين رايح المدرسة انا ولا مين. هي خلي ميلا تجرب الشنطة ليش تطلع علي على حجم ظهرها. ميلا 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 طلع وين صارت؟ بتزت على الارض وبترجع بتحملها. ميلا ميلا كم get your bag. اوه طلع شو لقيت؟
لا ميكن سيت قال لك ما بدي التعليم بدي الشغل. طلعش العنانة. شمسية مش لما تمطر. وبنفس شيء واخر شيء العنانة شلتها كمان ديزني بتصمت. هاي صارت حلوة. بعدين فرجيني اياها. وهدول ماتشين. طلع عم تلعب انك عم تتخبى من الغسالة. بيكابو. بيكابو. اوكي من الواضح ميلا عبت الهاي كلياتها بنفسجي واصالة بس جابت لهلا هذا برتقالي. اوكي اصالة ممكن تروحي انت تختاري شغلات برتقالية لك. هلا حاختار اغراض لي وبعدين بالبيت حنفرجيكم. حنفرجيكم كل شيء جبناه. لانه طفت الكاميرا وغيرنا وما بدنا نصور بكاميرا التليفون كفو. وميلا كمان بلشت تنقي. اوكي سو هلا رجعت انا ليش بنطلوني لهون؟ تعي تعي تعي. اوكي سو هلا اجينا على البيت وحنفرجيكم الاغراض اللي اشتريناها من جديد. خلينا نبلش. اوكي بنفسجي ميلا. ميلا لانه نقت بنفسجي. اول شيء جبنا لميلا هاي. هاي بصراحه مو لتاخذها مع المدرسه ولكن فيها تحط اغراضها فيهم هون بالبيسمه واعمل لها مكتبه صغيره مشان لما ترسموا هيك. جبنا هاي حط اكله فيه. جبنا لها هاي امبريلا. واو هاي عليها ديزني. هاي ديزني امبريلا وكمان هاي بتلبق مع الامبريلا. هاي شنطه لقيناها صغيره واحلى شيء انه بيجي معها هاي كمان حطوا فيها اقلام وسناكس اكيد ما نسين هدول هن. هاي بقلبها جبنه وفي بسكوت هون. بصراحه ولا مره جربتها ميلا ولكن حنجربها هلا قدام الكاميرا. وكمان جبت لها لميلا عصير بيجو باك وجبنا لها كريون. اه صح جبنا لها هاي لترسم فيهم كريونز. اوكي اظن دفتر. اه ودفتر لميلا. ودفتر لميلا وبيكون هدول اغراض ميلا. هدول مشتريات ميلا المدرسيه. وهلا رايحين لعند اصاله. اوكي هلا دوري. يلا جو. جبت كل شيء لازم كان يكون لون البرتقالي. دفتر صغير حط فيه اشياء هيك بلانر. هلا حاسره منك. جابت هاد وهدول لحتى احط ورائي واشياء هيك مهمه بقلبهم. وكمان هاد لونه برتقالي كمان لاكتب فيه اشياء هايلايترز. او صح دائما بستخدمهم لهدول. هدول ما بتقدر تختار بس لون واحد ولكن تاكدنا انه يكون في اللون البرتقالي وكمان هاد. او كمان جبت هدول. هدول هن الاغراض تاعون اصاله. اصاله ما جابت شنطه ما لقينا شنطه بالمحل اللي احنا فيه. هدول هن مشترياتنا للمدرسه. لا تنسوا مثل ما قلنا لكم باول حلقات 360 فيوز الفيديو وين حيلاقوه؟ حلاقوه تحت بالدسكربشن. وكمان لا تنسوا في ايفون اكس اس ماكس. او صحيح عم يعطي الايفون الجديد. فلا تنسوا اذا بدكم تربحوه تفاصيل المسابقه كلها هنيك وكثير كثير سهل انكم تربحوها. فبس نتمنى انكم تربحوه. واذا انتم جداد على هالقناه هلا بنحاول اذا انتم جداد على هالقناه لا تنسوا تعملوا سبسكرايب عشان عائلتنا تكبر. وكمان اكبسوا زر اللايك وكمان ضيفونا على الانستغرام وعلى السناب شات حساباتنا بتلاقوهم بالدسكربشن تحت. وبس هلا صار فيني اقول مني ومني ومن ميلا. هلا صار فينا نقول تصبحوا على خير. باي.